صفاء صحيح حسين مع صفية مع صحيح نادي دانيال، صحيح ومركب في الاسكندراني مع محرم بيه، ومركب خلف الاستاد في الاسبوع اللي فات ده اخر واحده راكبه خلف الاستاد في الكوبري ابو عين واحده. تخطيط في الشوارع طبعا بالتنسيق مع السيد الوزير المحافظ والشركه اخرى واداره وقسم التخطيط والمتابعه عندنا في المرور. لا ندخل شغالين على مدى 24 ساعه. محور المحمودية حاليا شغالين فيه مع أجهزة المحافظة في التركيب علامات وتخطيط وتعديل اتجاهات وتعديل جزر وبدء، كل ده هذا كل الشغل ده موجود، وكل الشغل ده على أرض الواقع بيتم يوميا التنسيق كامل مع الأجهزة المعنية. مفيش حد فينا بيدعي الكمال. مش عايز أقول برضه عشان أنا رديت على كلمة فوضى إن أنا بقول إن أنا كامل، يعني لا، في سلبيات، في اخطاء، في اماكن فيها محتاجه اهتمام اكتر من كده، في اماكن محتاجه تعزيز خدمات، كل ده. بس ولكن ما وصلناش الحمد لله لمرحله الفوضى اللي بتقول عليها اختنا العزيزه. الدنيا ماشيه، الدنيا متسيطر عليها، لم تخرج من تحت السيطره زي ما بيقولوا. خدماتنا موجوده ميداني على مدار ال 24 ساعه، السيد مساعد الوزير مدير الامن وقيادات المديريه كلها موجوده بتساعد معانا في المرور.